شهر 9 التعاون مع الأقرباء من أهل البدع كالعم وغيره كان صوفيا ومثل ذلك. طيب، أهل البدع كما قال العلماء نوعان، إنسان داعية إلى البدعة يعني بيتكلم بها وبينشرها سواء كان كتابة أو خطابة أو في وسائل، الميم زول بيأصل للفكر ده الداعية، فده ما بيجوز يسلم عليه أو يقرب منه أو إلى آخر. أما إنسان تاني قد يكون هو مثلا صوفي بيطوف بالقبور بينادي غير الله وكده، لكن هو إنسان جاهل أو يقول لك أبواتنا كانوا كده أو أنتوا دين جبتوا جديد أو كذا، زول جاهل، فده الإنسان يصبر عليه ويوريه ويعلمه ويعني يترفق معه إلى ويدعو له والله سبحانه وتعالى إلى أن يهديه الله عز وجل. أيوة، وإن كان من الأقرباء في النهاية القرابة أو الوالد أو غيره، في النهاية الموضوع ده عنده حدود، الموضوع ده عنده حدود، فإذا كان بيأثر على الإنسان الإنسان يبعد منه ولو كان قريب، ولو كان قريبا. وقد سئل وكيع بن الجراح، عشان تعرف انه الامر دين، هو كان انسان من علماء الجرح والتعديل، يعني بيقول فلان ثقه خلاص ثقه، ضعيف ضعيف، قالوا له داري نسالك من ابوك، قال لهم اسالوا غيري، قالوا ما نسالك الا انت بس انت بس، قال ان هذا الامر دين ابي ضعيف. انت عارف ابي ضعيف دي معناها شنو؟ معناها تاني زول بيكتب عن ابوه ما في، ها زول تاني بيكتب عن ابوه ما في، فالامر دين يا اخوان، الامر دين.